زي ما احنا متعودين كل يوم لازم نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه طبعا ونعرف ايه الجديد. وهتكون معانا مراسلتنا النهارده سالة حامد من مقر النادي بالجزيره. سالة بونجور، صباح الفل عليكي والهنا، وخلينا نعرف منك اخر الاخبار الخاصه طبعا بالفريق الاول والفرق والرياضات المختلفه في النادي الاهلي، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ويعني من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره يا نهاوندو هكون معاكي طبعا ومع كريم ومع كل مشاهدي قناه النادي الاهلي عشان نقول لكم يعني ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرق الرياضيه. ويمكن خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول للكره الطايره الرجال تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. يمكن بعد انتهاء او ختام المرحله اللي فاتت، المرحله الماضيه وهي الدوره المجمعه مع والدور اللي قبل النهائي في بطولة الدوري، يمكن بعد انتهاء المرحلة دي وفوز النادي الأهلي في آخر مباراة وفي ختام الدورة على نادي الزمالك بثلاث أشواط مقابل لا شيء، يمكن النادي الأهلي الفترة دي بيستعد بشكل قوي جدا يا هواندو يا كريم للمرحلة القادمة إن شاء الله. ويمكن النهاردة يعني كل التدريبات بالنسبة للفريق يعني قرر الكابتن ميدو مصلحي إن هو ينقلها من صالة أو الصالة الخاصة بالنادي الأهلي من داخل مقر النادي لصالة المقاولين العرب، لأنه إن شاء الله يعني بكرة هتكون بداية بطولة الدوري السوبر اللي أو الكأس السوبر اللي كرة الطايرة رجال. بكره ان شاء الله هتكون البدايه، النادي الاهلي هيلعب يوم الاربعاء بكره ويوم الخميس ويوم السبت ان شاء الله. يوم الاربعاء هيكون مع نادي الاتحاد السكندري بكره الساعه 6 على صاله المقاولين العرب، ويوم الخميس هتكون مع نادي طلائع الجيش، ويوم السبت هتكون مع نادي الزمالك وده هيكون يعني الساعه 8:30 برضو على نفس الصاله صاله المقاولين. وان شاء الله النهارده هيكون يعني ختام استعدادات النادي الاهلي لجميع المباريات دي. وخليني يمكن اشرح يعني لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي نظام بطوله كاس السوبر الجديد بالنسبه للكره الطايره، انه النادي الاهلي هيلاعب الثلاث فرق دول، وبعد كده يعني هيتم ترتيب الفرق من الاول للرابع طبعا حسب النتائج في الثلاث مباريات دي، وبعد كده الاول هيلاعب الرابع، الثاني هيلاعب الثالث، وبناء برضو على نتائج المباريات دي يعني نشوف مين اللي هيتنقل وهيتأهل لمباراة النهائي من بطولة كأس السوبر المصري. واللي طبعا مش هيتأهل في المباريات دي هيلعب على المركز الثالث والرابع، وان شاء الله يعني المباريتين دول سواء على المركز الثالث والرابع او على المركز الاول والثاني هيكونوا في نفس اليوم، يوم ان شاء الله 14 من شهر فبراير الجاري. ده بالنسبه لرجال كره الطايره. بالنسبه لسيدات كره الطايره، امبارح كان عندهم مباراه مهمه نهاوند امام نادي اصحاب الجياد في دور ال 16 من بطوله كاس مصر، وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. طبعا دي في المباراه اللي اقيمت ما بين الفرقتين في مدينه الاسكندريه. ان شاء الله النهارده فتيات كره الطايره او فتيات الذهب هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه لانه هيبتدوا المرحله او الدوره المجمعه والدور اللي قبل النهائي في بطوله الدوري، وده هيكون بدايه ان شاء الله من يوم الخميس القادم. واول مباراه هتكون امام نادي الشمس وهتقام في تمام الساعه الثانيه بعد طبعا الظهر، وهتقام يعني ما بين الفرقتين المباراه دي على صاله نادي الاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم انه سيدات كره اليد بيوصلوا للتدريبات بشكل طبيعي، وعندهم يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله مباراه امام نادي سبورتنج هتكون على صاله نادي سبورتنج في مدينه الاسكندريه، يوم السبت هتكون مع نادي الجزيره على برضو الصاله الخاصه بنادي الجزيره. ورجال كره اليد يمكن بعد كمان بطولة العالم أو بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 يعني طبعا، وبعد كمان انضمام جميع لاعبي النادي الأهلي اللي كانوا مع المنتخب مع الفريق الأول إن شاء الله يا هواندو كريم. البداية ليه بالنسبة لفريق النادي الأهلي في بطولة الدوري هتكون من يوم الخميس القادم، والمباراة اللي جاية هتكون أو أول مباراة في الدور الثاني هتكون أمام نادي سموحة، ويوم الجمعة هتكون أمام نادي طلائع الجيش، ودي أول هتكون أول مباراتين بعد توقف دولي طويل يعني بالنسبة لفريق الأول لكرة اليد رجال. كمان يعني خليني اقول لكم انه فريق كره السله رجال وسيدات حاليا في فتره توقف دولي بسبب مشاركه منتخبنا الوطني سواء يعني الرجال في تصفيات كاس العالم لكره السله رجال وسيدات كره السله. المنتخب يعني ان شاء الله كمان هيشارك في تصفيات بطوله افريقيا او المعترف بها يعني الافرو باسكت، فان شاء الله يعني هيكون في توقف دولي بالنسبه لي يعني كلا الفرقتين سواء فريق النادي الاهلي لكره السله سيدات او رجال لمده شهر ونص، وبعد كده ان شاء الله يعني الفرقتين هيستكملوا جميع المباريات في بطوله الدوري وايضا البطولات المحليه الفتره القادمه يعني ان شاء الله نقدر نقول على شهر مارس القادم. جدي انا هواندو كريم، يعني كانت كل اخبارنا النهارده متعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي يا هواندو ومعاكي يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليكي طبعا يا هواندو، اتفضلي.
يعني أنا سؤالي هيبقى سريع جدا طبعا، أنت عملتي تغطية أكثر من رائعة بخصوص الرياضات المختلفة، لكن عايز أسألك بقى على الشق الآخر طبعا، الأعضاء والتواجد دلوقتي والجو أخباره إيه، والحالة المرورية سريعا كده تاخدينا برضو لجولة سريعة يا سالة اتفضلي. كان هوند خليني اقول لك انه درجه الحراره يعني في انخفاض شديد في درجه الحراره، يمكن انا من كتر يعني البرد يمكن مش قادره اتكلم شويه، في انخفاض شديد في درجات الحراره، وكمان يعني في رياح والجو جامد شويه، يمكن ده مخلي يعني انه ما فيش عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي، في عدد بسيط جدا من اعضاء النادي الاهلي وبيقتصر اكتر على كبار السن، لان هم دايما بيبقوا حابين او متعودين هم يجوا النادي في الفتره الصباحيه ويستمتعوا بالاجواء داخل النادي، وكمان في منهم اللي بيهتم يعني باللياقه البدنيه، بيحب ان هو يدخل طبعا التراك في ملعب مختار التتشي يلف التراك او يدخل الصاله صاله الجيم، ان هو يقوم ببعض التدريبات، وكمان اللي بقى عنده علاج طبيعي كمان بيروح يعني، فبس العدد اللي متواجد حاليا هو الكبار السن، ولكن طبعا العدد بسيط جدا، يمكن يعني كل شويه لما الجو بيتحسن ان شاء الله يعني هوند العدد طبعا بيزيد داخل مقر النادي. جميل جدا ومعاك حق، هو الجو فعلا برد الايام دي، واعتقد هيستمر الطقس ده للايام كمان القادمه. شكرا ليكي زميلتنا العزيزه جدا سلا حامد.